وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الأستاذ حسن راضي الخبير في الشؤون الإيرانية. أستاذ حسن، يعني ما هو خطورة اللعب دوما على الوتر الطائفي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أن هذه المنطقة لم تعاني قبل ثورة الخميني 79 من أي مشاكل، وخاصة في الموضوع الطائفي؟ نعم طبعا، حقيقة هو الموضوع الطائفي خطير جدا، استخدمته إيران كورقة، أحد أوراقها لبسط نفوذها ولسياساتها التوسعية وسياساتها التخريبية من تصدير الثورة وتصدير الإرهاب إلى المنطقة، يعني في ظل يعني الحراك الذي كان يعني مسمي ب 2011 الربيع العربي وقبله في الحرب على العراق وأفغانستان، استغلت إيران تلك الظروف والتوترات في المنطقة لبسط نفوذها من خلال إثارة الفتنة وخاصة الفتنة الطائفية. الأمر خطير جدا، لكن الآن بعدما كشفت يعني أهداف إيران من تلك الأوراق ومن الحراك الذي قامت به الطائفي، بدأت هذه الورقة يعني تخسرها إيران، بدأت الشعوب في المنطقة تعي حقيقة إيران وتعي أنها لا تدافع عن الطائفة الشيعية، بل هي هدفها استخدامها واستثمارها لمصالحها القومية، لمصالحها السياسية، لمصالحها التوسعية، وحرقت الكثير من الأوراق وحرقت العديد من المجموعات التي كانت تستخدمها، أي تنازلت عنها وتركتها إلى مصيرها المجهول في الوقت الذي لا تستطيع دعمها أو في الوقت الذي يعني انتهت ورقتها. أنا أعتقد أنه إيران الآن استخدمت تلك الورقة، ولكن الكثير من الشعوب وخاصة من الطائفة الشيعية يعني عرفوا نوايا إيران وأهداف إيران بأنه لا تدافع عن الشيعة، وهناك كثير من الأحداث حصلت في المنطقة أنه أثبتت أن إيران لا تدافع عن الشيعة بل تدافع عن مصالحها، لذلك إيران بدأت تخسر هذه الورقة، بإضافة على أن بدأت إيران تخسر الكثير من أدواتها في المنطقة نتيجة الاحتجاجات الشعبية في الداخل، نتيجة الضغوطات الأمريكية، نتيجة الوعي المتصاعد في المنطقة اتجاه أهداف إيران الحقيقية المتلبسة بالدفاع عن الطائفة الشيعية وما شابه ذلك. طيب، يعني الدور الإيراني في سوريا واضح للعيان من خلال دعم الميليشيا الإرهابية ومحاولة دوما عرقلة الحل السياسي، ما هي قراءتك لهذا الدور؟ أنا أعتقد إيران الآن دور إيران بدأ يتراجع في سوريا كما هو بدأ يتراجع في العراق وفي اليمن وفي العديد من المناطق، نتيجة يعني هناك الضغوطات الأمريكية التي تمارسها على إيران، ضغوطات اقتصادية، ضغوطات الإسرائيلية، أيضا الحرب، التحالف العربي الذي شن حربا على الميليشيات الإيرانية في اليمن، وهناك الصحوة والوعي العربي منطقة، كل هذا يدل نعم دورها في المنطقة وخاصة في سوريا. هناك الآن بدأت المعارك العسكرية تحسن في سوريا والأمور تتجه نحو الغضايا أو الحلول السياسية بتدخل أمريكي، تدخل يعني روسي، وإيران ستخسر وجودها في سوريا لأن هناك جميع المطالب الدولية والإقليمية وحتى الداخلية في سوريا لا تريد وجود إيران لأنه وجود تخريبي ولا يصب في مصلحة المنطقة بتاتا. أنت يعني كأستاذ وباحث في الشؤون الإيرانية، برأيك كيف من الممكن الوقف بحزم أمام هذه التدخلات السافرة من قبل إيران في منطقة الشرق الأوسط ولو حتى على الصعيد المجتمعي؟ أنا أعتقد طبعا هناك أدوات عديدة حقيقة، لأن إيران استخدمت كل الأدوات وهي جميعها غير مشروعة وغير مقبولة وغير قانونية وتعتبر تدخل في شؤون الدول المنطقة، لذلك من منطلق الدفاع عن النفس من قبل الدول العربية والشعوب العربية أن تقوم يعني بالدفاع عن نفسها، وأهم تلك الأسباب التي توجع النظام الإيراني وتشعله يعني يحسب ألف حساب لخطواته تلك هو دعم الشعوب غير الفارسية في إيران مثل العرب والبلوش والكرد والتركمان، نعم شعوب تحت الاحتلال الإيراني، إضافة على انضمام الدول العربية في العقوبات الاقتصادية المفروضة على نعم. إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ومقاطعة إيران نعم. من لندن الأستاذ حسن راضي الخبير في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك.